بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم: فإني سمعت الله بعقبها يقول. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، وما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم، والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره، عملية معقدة نفسية. وقلوا عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي، مش زي زنون بس دي، لا، المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له. والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول. فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن؟ بمن خلق. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك
فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز.